ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم، اندهلي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. طبعا كل سنه طيبه، واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبضه؟ قال لي ما عنديش غير لمبضه بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني. خش في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباضه، عندك معمول؟ قال لي عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ ما عنديش يا باشا. ما عنديش توفي ليه؟ مش كشك. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو بس قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر فندم، اندهلي يا ابن الست اللي بره. وسعي كده؟ ايه وسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مرتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند اسكتي خالص. انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني. كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهالم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تخرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمهولك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبهوله من عين التخين. الو اهو قاعد قدامي، كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ لا يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. على فكره انا حياتي روح الحجز انت لوحدك. ظلم يا باشا. الحجز اتفضل. ظلم يا باشا.
اتفضلي يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئه والله هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. عند عينك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سيفا ونزل براش الاول ومش قلبان على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت بتدخلنيش يا عم. ايه اللي على سيفا ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقال على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهان. خالتي خالتي بنتي يا شريهان. خالتي عامله ايه؟ يا حاجه ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطونيش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بت ما تمسكي نفسك شويه اجمزي كده. مش قادره يا خالتي مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فين. ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش. حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج واسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمنايه صغننه كده. ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا. ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا. يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. آه لا بقصدش كده. لا يا فندم نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ آه. حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم، يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء.
نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي مش موافقة؟ مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظبط، بس بوس ايدك خليني اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله no way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكدب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. no way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، لسكتلك من الصبح. استني انت جرأة يا استاذ عبدال، يعني ده جازتنا يا اخويا ان احنا تنزلنا. هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي، ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرأة بقى. وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خالة شريهان واخت شادية مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفة؟ هاو مش عارفة لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسية. بقولك يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكرك، وكفاية اول حد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت بتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطة روحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعة دي هرشتني جاي. لا يا اختي انا هاخد لك تمنية مخصوصة هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعة؟ انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقولوا خالتي ازاي؟ انجويت انا ماشية مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقة كده. يا نجيب وصلت للأهل اللي عملوا كده في هند صبري؟ الموضوع بقى قضية رأي عام، وإحنا خايفين ليكون الموضوع ده عمل إرهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، أنا ملف القضية قدامي ودرسته دراسة وافية وتم. طيب قول لي بقى وصلت لإيه؟ أنا سعادتك يا فندم مش عايز أزعج سيادتك، بعدين أنت عارف إن أنا مش بتاع كلام، أنا بنفذ على طول. في أسرع وقت يا نجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبة والإعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعة العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام تمام يا فندم، مع السلامة. أحمد الحقني، العيال دي عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانة هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان مكاوي. أبط عليهم؟ هم مختفيين بس جاري البحث عنهم. طب وبعدين؟ هتعملوا إيه؟ توصلنا لخالة واحدة منهم، كانوا عايشين عندها هما الاتنين في الفترة الأخيرة. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد وامر فندم، لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا. طب يا احمد اتفضل خالتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. أنا متضايق منك جدا على فكرة. ليه أنا عملت إيه؟ عشان قليل الأدب. أنا قليل الأدب ليه؟ قال لك تشرب إيه؟ قلت له بيبس. أيوه في إيه المشكلة؟ ما أنت طلبت تسعة فواكه، إيه المشكلة؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا، لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك إيه؟ أنت قلت له عندك إيه؟ وبعد كده رحت طالب تسعة فواكه، وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعمورة بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده، هو مال هو؟ أنا نفسي أعرف أنت متربي فين؟ أنت متربي في حمام يالا. أه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح السوق. سو ايه؟ اسوق العربية. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهاردة. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمة تعالى يا راجل. تعالى تعالى. اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السؤال اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا.
ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. انا يوسف. لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش، ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل المواصلات عليك. الله، في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى، انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيدلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لباظك. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ وكان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملى الريق كده. شاطر، هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كانوا حاسب الطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده، اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم الكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مرت لي بطني، هقول لك ايه؟ ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت معاك متكوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو مبقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت. واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي ونبدا. حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان الموضوع كده، والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه، وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره، ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. طب ايه؟ ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. المفعول. يا سلام اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. تسال ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس، الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه،
لو ابو الدهب باشا. باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شويه بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ. ولا يا عسليه انت حلو. قسما بالله يا ضي انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده سيف انا اتغيرت. اه وعارفه ان ده البست ترند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام في ايه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبه اللي احنا فيها يا اخي. مصيبه ايه؟ فيها سكريه انت يا حلو. على فكره بيعاكس خطيبتك. يا سيف ده ما فيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش حبيبي. مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيديو يا جماعه، هتشيلوني في فيديو؟ ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة، إحنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه، هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى الخمسناية. قول 100 يا سيدي. لا قول أنت يا عم، أنا ماليش دعوة. وأنا خاف من إيه؟ 100. طب إحنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه آخرنا. طب وإحنا إزاي بقى هندخل المزاد وإحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي، هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو، مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى، نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يا نانا. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه، هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص، ساعه الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت راضي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه على هنا على دوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعه فريدة هانم دي لقطه، انا لازم ابيع لها اي حاجه. انا هروح اديها الشال ده واقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكله، هبيع الجزامه. ايه يا سيف، الناس كلها بتعلي بال 500، انت بتنط بال 10,000 على طول؟ اصل انا اول مره احضر مزاد والجو عجبني بصراحه، وانا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن انا مالي اصلا، هو جد انا ولا جدك انت؟ الا هنا الا دوي. 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان احمد فهمي. 150,000 جنيه.
ألا أونا ألا دوي ألا تري. مبروك يا فنان. أنا دايماً بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايماً في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال أي حاجة، بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي؟ يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يهبل، أنت قريبنا إيه؟ طبعاً مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي. سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي شحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي؟ لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا لا لا، هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مالي الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا مت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو هيموتوني. الحقيقه يا شريان خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعني، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليكم. روقوها.
طب يا سعادة الباشا، هو كله ضرب ضرب، امال فرق فيه؟ انت عايزه فرق؟ اه. طب مفيش فرق. يلا خدوها. والنبي يا سعادة الباشا، ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعادة الباشا، انا مظلومة، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعادة الباشا، انا ست بريئة. حبيبتي يا خالتي، زمانها متمرمطة في الاسم. انت خايفة على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي ساعدها، بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكر مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوا لي ايه. سيف احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني، ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله، وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزيني بركات. صعب على لسانك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثه. انت طماع. كذاب وصريح وطماع. خليهم ثلاثه. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكره انت مش هتستحمل ثلاثه. مش مهم اولع، مش مهم ليه هموت، المشكله بس عملت كده. ده ما حصلش اي حاجه وانت بص. ايوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخليهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثة يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك، بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تمام تمام. اه ان شاء الله. بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما يخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونرد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا، أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. أه أه أه. بس إحنا يعني تمام. أه لا مليناها مليناها. إيه شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبوا ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب ما انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. انا معايا اتنين شمرت قاعدين هنا ناحلين وقبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد، اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها؟ اه لا لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا 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 انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه رايك؟ حلو جدا. مبسوط والله العظيم. مفيش فيلم بقى شغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم اه شغال لك. في حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. لو انا بسالك اباحيه إيه؟ حاجه اباحيه. هات حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف حسابك ايه؟ بتجنن بتجنن. اطلع يلا هات لي فلوس. ماشي ماشي هات لي حاجه. نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟
صاحبك ده عبيط قوي. ده فل. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق، تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه معرفتك يا هاني وانا سعت صياعه. طب بقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصل احنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول.